السؤال يطرح بالإلحاح، خصوصا أنه الآن كما نقول أنا في السيد سعيد في السنة الخامسة من عهدته الانتخابية، فتنا مع دخلنا في السنة الخامسة وبعد سنتين ونصف من السلطة المطلقة، وللأسف الشديد مع الفشل المتواصل في إدارة الشأن العام حيث الأرقام التي تتكلم. طيب في المدة الأخيرة، الأيام الأخيرة تم الحكم وهي أول إدانة قضائية لحركة النهضة ولرئيس الأستاذ راشد غنوشي متعلق بالانتخابات، جريمة انتخابية هكذا، وتم الحكم عليه ثلاث سنوات سجن نافذة. كيفاش تراها، معالجة قضائية أم لجريمة انتخابية كما تدعي السلطة، أم أنها حكم على بتصفية أكبر الأحزاب السياسية والمعارضة بعد سنتين ونصف من السلطة المطلقة؟ أنا في تقديري أخويا حسين سؤال مهم جدا هذا، ولكن أنا اعتقادي أنه معناها هذا ملف سياسي في نهاية الأمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره ملف قضائي، هذا ملف سياسي بامتياز، هذه خصومة سياسية في البلد. نعم. تستخدم فيها الملفات تحت عنوان ملفات القضائية أو القانونية من أجل حسم ملف معناها خصم سياسي أو خصوم سياسيين عديدين اللي موجودين في السجن الآن، يمثلون أحزابا عديدة من المرحلة السابقة، يراد الآن يعني تصفية هذا الملف، ملف الأحزاب وملف المنظومة، منظومة ما يسمى بالعشر سنوات الماضية، وبالتالي هو ملف سياسي بالأساس. يعني أنا أعتقد جازما بأنه حركة النهضة ذكية إلى درجة أنها لا تسمح بأن تترك حتى وإن فكرت في أن تكون معناها ربما أن تتورط في أمور مالية من الخارج وما إلى هنالك. يعني لديها من الذكاء في تقديري والفطنة والحنكة السياسية ما لا يسمح لها بأن تترك أثرا على ذلك، هذا أولا، هذا إذا انخرطت في لعبة التوريط هذه. لكن نحن الآن أمام ملفات قضائية رفعت في وقت ما، هي هذه ملفات قديمة رأي، مش ملفات جديدة، طرحت أولا في ديسمبر من طرف المعارضة ضمن سياق التجاذب والصراع والضغوط على حركة النهضة في الحكم من 2011 إلى 2019 و2020، وبالتالي بقت هذه الملفات تتكرر في كل مرة ويعني تستل كما السيف في معركة من المعارك. اليوم القات ربما السلطة لديها الرغبة في حسم هذا الملف، جبدت هذه الملفات القت بهم في القضاء وتريد القضاء أن ينظر في هذه الملفات بأي شكل من الأشكال. المهم أن يبقى هؤلاء في السجن لفترة ما. أنا في تقديري بقاءهم في السجن في زوز ملاحظات أساسية، أولا بقاء سياسي حتى لا يقع التأثير السياسي في المشهد الآن في تونس، وبالتالي يعني معناها السلطة تتصرف في الوضع السياسي دون أن تجد معارضة قوية، ربما نحكي على هذا لاحقا، دون أن تجد معارضة قوية قادرة على أن تؤثر على الشارع من ناحية وأن تؤثر ربما في مسار العلاقات، علاقات تونس الدولية انطلاقا من علاقات بعض الأطراف السياسية الموجودة داخل السجن من جانب الأولاني. والجانب الثاني تريد أن تؤسس السلطة هذه المرحلة الجديدة بصرف النظر عن القديم، يعني كأنها تقول هذا القديم انتهى، أنا أتحرك الآن في مساحة وفي فضاء ليس في هذا القديم، وأريد أن أؤثر على هذا الفضاء الجديد وهذا المجال الجديد بما أتيت من خلفية وبما أتيت من قدرة ومن رغبة على تغيير الأوضاع في البلاد. ولذلك أنا قلت هي حسم سياسي وليس حسما قضائيا. يعني أنا أقول بكامل الوضوح، ما الذي ستستفيد منه السلطة من وجود هؤلاء في السجن بملفات يقول المحامون، وأؤكد لنا على كلمة يقول المحامون، أنها ملفات سي حسين فارغة لا ترتقي إلى مستوى الملفات التي فيها الكثير مما يمكن أن يقال من الناحية القضائية، وهذا ما صرح به ومن الناحية القضائية أحمد كلام الشابي. نعم. والعهدة على الراوي كما يقال. إذا نأخذ هذا بعين الاعتبار أستاذ حسين، فنحن أمام ملفات سياسية بامتياز، واعتقادي أن حلها لن يكون إلا بالمسار السياسي. كيف سيكون هذا المسار السياسي؟ هل نضجت الأمور الآن في تونس من أجل هذا المسار السياسي الجديد؟ هل نحتاج اليوم إلى حوار وطني عميق كما يقول البعض وخاصة جبهة الإنقاذ وبعض المعارضين؟ هل نحتاج إلى أن تمشي السلطة فيما تمشي فيه الآن وتذهب فيه باتجاه يعني لا وجود لحوار وسنمضي في اتجاه معناها
وضع امر واقع جديد في البلاد. هذه السيناريوهات الحقيقة لا نملك اجابات واضحه عليها، ولكن تبقى مطروحه لان الوضع على درجه مهمه من الغموض.